كتعاني من مشاكل كثيرة، قطاع النقل، سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، ولكن للأسف الشديد ما لقيناش استجابة من هاد الجهات المعنية، الشيء اللي اضطرنا أننا مكرهين نخوض هذه الوقفات كنعبروا فيها على الاحتجاج ديالنا ضد هذا الصمت. هذا القطاع كيعاني من مشاكل كثيرة، وهي مشاكل كتراكم يوم عن يوم، لكن ما كنوجدوش الجهة المعنية اللي تقدر تباشر تحل هذه المشاكل، مفروض فيها انها تحل هذه المشاكل. وكسر جميع المناورات وجميع المحاولات اللي كتبغي انها تنقص من القيمه ديالكم. انتوما عندكم واحد القيمه ربما هما ما كيحسبوهاش، ولكن انتوما عندكم قيمه لا تعوض، لانه كما قلت انتوما كتشكلوا الشريان الحيوي ديال هاد المدينه، بلا بكم المدينه توقف، ما يمكنش يمشي موظف يتحرك، هذا الموظف اللي هو في العماله وجالس كيتفرج علينا من وراء الزجاج، راه بلا هاد القطاع ما يمكنش يتحرك، غدا غادي تعول عليه وما تلقاش، لانك انت ما كتحلوش المشاكل ديالو. ومن وحده والتضامن، ومن وحده والتضامن، كنعاود نتابع ما قاله الاخوان في سرد المشاكل، سردات بعض المشاكل صراحة اللي هي ماشي الوحيدة، ولكن كاين مشاكل كثيرة. وغندخل هنا من بين المشاكل اللي مطروحة مسألة النقل السري. للاسف انه النقل السري ولا نقل عادي بحال ولا قانوني بحاله بحال هذاك الطاكسي اللي عنده الوريقات والكواب.